تمرين في الأنشطة العددية، العمليات على الأعداد الناطقة. شكرا. إليك الأعداد A و B و C. A تساوي ناقص 3 على 5، B تساوي 1 على ناقص 4، و C تساوي 7 على 10. مراجعة للاختبار. احسب ما يلي: A زائد B، A ناقص B، A في B قسمة C. إذن أولا شنروح ندير حساب ماذا؟ A زائد B. هاي نكتب A زائد B. شنديروا الآ هنا؟ ناقص 3 على 5. نعوض A بما يساويها. الآ شا يساويها؟ ناقص 3 على 5 زائد، نكتب زائد. زائد ماذا؟ B زائد B. 1 على ناقص 4. شنو تحصلنا؟ تحصلنا على جمع عددين ناطقين. جمع عددين ناطقين العملية تاعها ولا طريقة استخدامها مثل الكسور. شندير؟ نروح نوحد المقامات. أول خطوة في الأعداد الناطقة شنو قلنا نديرو؟ نشوفوا المقام. ممتاز. شنديرو؟ نشوفوا المقام. المقام هذا شنو؟ 5. وهذا؟ هذا شنو؟ ناقص 4. المقام شنو لازم يكون؟ شنو لازم يكون؟ لازم يكون موجب. شندير؟ ناقص 3 على 5 زائد، هذه الناقص وين نكتبها؟ نكتبها في البسط. ناقص 4. شا عندي؟ عندي 5 وعندي 4. شا نحوس؟ على المضاعف تاعهم. شو المضاعف تاعهم؟ هو 20. إذا 5 فاش نضربها تعطيني 20؟ في 4. والربعة فاش نضربها تعطيني 20؟ في 5. إذا نضرب كيلا من البسط والمقام في نفس العدد، وهنا نضرب أيضا البسط والمقام في نفس العدد. تساوي ناقص 3 في 4 ناقص 12 على 20 زائد ناقص 5 على 20 تساوي. شو اللي عندهم الآن؟ عندهم نفس المقام. شو ندير؟ نحتفظ بالمقام ونجمع البسطين. شو تحصلنا في البسط؟ تحصلنا على مجموع عددين نسبيين. كي دايرين في الإشارة؟ لهما نفس الإشارة. شو نديروا في لهما نفس الإشارة؟ ردوهم زائد. شو نديروا؟ نحتفظ بالإشارة ونجمع البسطين. شو يعطينا؟ 17 على 20. إذن هذه A زائد B. A زائد B ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 17 على 20. كي يجي يشوف 17 على 20، قابل للاختزال أم غير قابل للاختزال؟ غير قابل للاختزال. إذن هي النتيجة النهائية. إذا كان قابل للاختزال شنو راح ندير؟ نختزل. ثانيا حساب A ناقص C. نحسب A ناقص C. A ماذا تساوي؟ ناقص 3 على 5 ناقص 7 على 10. شا ندير هنا؟ المقامات كي راهم؟ قبل من أحدهما مضاعف الآخر. زيد الإشارات كي راهم؟ راهم موجبين معا، سيخليهم كما راهم. إذن شراه المقام؟ مقام أحدهما مضاعف الآخر. شو المقام واحد؟ 10. إذن نكتب ناقص 3 على 5 فاش نضربه؟ في 2. في 2 ناقص 7 على 10 تساوي. نحسبوا هذه شحال تعطينا؟ ناقص 6. ماشي 6، ناقص 3 في 2 تعطينا ناقص 6 على 10. عفوا، ناقص 7 على 10. شحال تعطينا؟ ناقص 6 ناقص 7 على 10. إذن A ناقص C شحال تعطينا؟ ناقص 13 على 10. هل هو قابل للاختزال؟ لا، غير قابل للاختزال. أخيرا حساب A في B تقسيم C. أي A في B تقسيم C. شنو ندير؟ نعوض A بما يساويها. ناقص 3 على 5 في ال B. 1 على ناقص 4 قسمة C 7
على 10. شنو ندير؟ شرا عندي هنا، شرا عندي، راه عندي ضرب وعندي قسمه. اذا شنو سميناها؟ هل يوجد اولويه هنا؟ شايه عباره عن ماذا؟ عن سلسله عمليات فيها ضرب فيها قسمه. الاجراء هنا كيفاش يكون؟ حسب التسلسل، حسب التسلسل. الاول زوج ثالث. اذا العمليه الاولى اللي نديروها شكون هي؟ ضرب، ومن بعد القسمه. جوداء عددين ناطقين شي يعطينا؟ يعطينا البسط في البسط والمقام في المقام. قسمة 7 على 10 تساوي هنا ناقص 3 على ناقص 20 قسمة 7 على 10. هنا شنو تحصلنا الآن؟ قسمة. هذا العدد كي داير في الإشارة تاعه؟ هذا العدد في الإشارة تاعه كي دايرة؟ كي دايرة؟ موجب. سالب على سالب شنو يعطينا؟ موجب. يعطينا موجب. إذا كي نقدر نكتبه؟ 3 على 20. عندي قسمة عددين ناطقين، شنو نديرو؟ ضرب في مقلوب العدد. إذا هذه 3 على 20 ناقص 3 على ناقص 20 نقدر نكتبها 3 على 20 في 10 على 7. إذا شنو نديرو هنا؟ البسط في البسط على 20 في 7. إذا أ في ب قسمة س شحال تعطينا؟ 30 على 140. قابلة للاختزال أم لا؟ قابلة. قابلة على 10. ممتاز. إذا شحال تساوي؟ 3 على 14. صحيح؟